نستطيع التمييز بين 5 أقاليم طبيعية في العالم العربي، وهي المغرب العربي، وادي النيل، القرن الأفريقي، المشرق العربي، وشبه الجزيرة العربية. تغلب على معظم مساحة العالم العربي الطابع الهضبي والسهلي، ونجد فيه العديد من الصحارى كصحراء الربع الخالي وبادية الشام، لكن تبقى الصحراء الكبرى هي أكبر الصحارى في العالم، كما تعتبر سلسلة جبال الأطلس وجبال لبنان من أهم السلاسل الجبلية المتواجدة في العالم العربي. لكنكم هل تعرفون اسم أعلى قمة جبلية فيه؟